مظاهرات. انتشرت هذه المظاهرات من القرى الدرزية في الجولان إلى محاور رئيسية في شوارع البلاد، والسبب المراوح التي تنوي الدولة إقامتها على أراض زراعية للسكان الدروز في الهضبة، وذلك بهدف إنتاج الطاقة. قضية ليست بجديدة، إلا أنها تثير غضب الشارع الدرزي في كل مرة يتم الدفع بهذا المشروع قدما دون التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأرض. ومعنا عبر الهاتف من هضبة